قال النبي صلى الله عليه وسلم صنع تفجير في مكة في الكعبة مع الكفار. لا، الفيل ما استطاع أن يتعدى على بيت من بيوت الله وهو دابة، كيف نفجر المساجد؟ كيف مسلم يقتل مسلم؟ هذا كله من الشيطان، من النفاق. لا يمكن أن المسلم يقتل المسلم، لا يمكن مسلم يفجر مساجد. نحن أمرنا ببناء المساجد، عمارة المساجد. هناك أناس أرادوا يشوهوا الإسلام بهؤلاء، يدفع لهم أموال، يقول ادخل فجر المسجد. هذا ليس الإسلام. الإسلام واضح، دين واضح بين. الصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، السنة عندنا. المسلم يريد إصلاح المجتمع، لا الإفساد، لا التفجير. الآن يعني ممكن هذا إذا فجر في مكان مثلا في السوق مثلا، كم سيموت؟ كم؟ ممكن 10؟ ممكن 10. لكن هذا لو كان داعية إلى الله ممكن يسلم على يديه 1000. أيهما أفضل؟ يدعو إلى الله، يدخل الكفار في الدين. نحن نخاف على الكفار من النار. نحن لا نريد أن يدخلوا النار، نحن نريد نصلح المجتمع، لا نفسد المجتمع. أي واحد منكم يعرف أن فلان من الناس يريد يفجر أو يريد يخرب، لابد أن تبلغ الحكومة عليه. إذا لم تبلغ أنت شريكا له في الجريمة، في التفجير. لا يمكن أن تسكت على هذا، لأنه ممكن يقتلك أنت أيضا. هذا ليس الإسلام. هؤلاء أرادوا أن يشوه الإسلام، والإسلام براء من هذا الفعل.